طيب اهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان في اطار مباريات البريمير ليج الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2022-2023 جوله الرابعه نسخه رقم 31 بمسمى البريمير ليج. مباراه هامه لان طرفيها في مباراه اليوم كلاهما لديه ثقه الفوز في الجوله الثالثه. نادي ساوثهامبتون صاحب الملعب رصيد 4 نقاط وفوز على ليستر سيتي في كينج باور ستاديوم 2-2 ان شاء الله يوم الخميس القادم الموافق 16، وكان ايضا احد حكام كاس العالم الاخير ايمن ودخل مكانه النهارده رومان قوي، وادى بقى ايه ادى اول انذار في اللقاء لساندرو مارتينيز امامنا، هو اول انذار للارجنتيني ال 16 مباراه لويج هورست، لكن لسه لم يوصل انذار مقطوعه. لكن تمرير سانشو استلام طول تحرك يا ولد يا ولد على برونو عاملها حلوه قوي، راشفورد عايز يلعبها بقدمه اليمين وكان بقى ايه كان واخد له مكان حلو الحجعين والروابط المهمه في مانشستر عند عمر من كيل ووكر بيترز امامنا. بص لوك شو يعدي حلو قوي، 5 مباريات مع منتخب انجلترا وصل ربع هو اللي بيتقدم في الامام اماميه التوقيفه تفرق اكثر لاعبي نادي مانشستر 25 هدف اجمالا، هذا اللي هيعمل امجاد لانجلترا. ادي امامنا في ويلكم 21 نقطة ليستر 24 نقطة ايفرتون 5 اللي طبعا تديله التفوق في هذه المباراة. بيرود لكن جابها مرة ثانية بيرود عرضية خطرة يا ولد يا ولد يا ولد بيرود الى في ويلكم، ولكن فيج هورست يحاول الانطلاق استحواذ انطلاقة خطير سليمانة سليمانة لكن جاله فاران لكن جاله فاران جاله مع الكرة لكن قفلها له وتتصلح لبرونو لكن إلى خارج الملعب تتصلح لبرونو. كرة في بداية الموسم وبعد كده بقى رجع لعب 5 قوية قوي في كأس العالم الأخيرة في رحلة التتويج باللقب من جانب المنتخب الأرجنتيني. انذار سيريس فاول بلاي يعني الفاول بلاي. بص تدخل عنيف هنا من جهه تتحول هل تتحول الامور في المباراه ويدي حمراء حمراء كاسيميرو طرد طرد مستوى الدوري الاوروبي. امامنا هنا كره لوك شو العاليه في جهارستا ما توقعهاش قوي يعني برونو يلعب كره حلوه كره ثابته مش ممكن مش ممكن الانقاذ كرة ثابتة لقابة هنا من جانب اللاعب رومان بيرود والتدخل وفاول فاول فاول على اللاعب الغاني بيسجل دايما حضوره ولمسته بيسدد لكن في الحالة البشرية اللقاءات. ادي الوقت البدل الضائع ادي كرة عرضية عدت من انتوني 4 دقيقة يلاقى لسه ما شفناش التبديل اللي هيتم بعد قليل. ويج هورست المطالبة بلمسة يد على اللاعب بيلا كوتشر لمسة يد على ارنش المباراة راشفورد عملها حلوة برونو برونو أوه. ولكن التدخل من كيل ووكر بيترز دي 44 ودخول سكوت ماكتيماناي اللي بيلعب ليفربول بقى بنتيجة 7-0 في لقاء كان طبعا يعني سجل في مباراة كريستال مباراة اليوم والنيران الصديقة لكن بيزاكا لكن يطلع وين بيزاكا لعب وستهام 23 لكن بيلعب في هذه الأثناء وفي فاول في فاول فولام أرسنال مباراة يعني أغنى بريطاني. أدي هنشوف أمامنا هذه الهجمة الخطيرة الأداء المتوقع الموسم الماضي يعني سجل اللاعب فاران وشالها أيضا كانت كرة هدف في الدقيقة جيمس وورد براوز يسدد كرة بتمشي كرة بتمشي على العرض كرة بتمشي على العرض بيلعب فاولات يعني قلت حضراتكم خلاص وليساندرو لكن يا ولد يا ولد يا دهي يا ولد يا ولد يا دهي في ولكوت امامنا هو موس امامنا كرة ملعوبة لوك شو ممكن يسجل لوك شو اهدافه قليلة اهدافه قليلة والمحاولات 5 مقابل 7 بين العرض المباراة تعادل سلبي في المباراة. مان يونايتد صاحب المركز الأخير المفاجآت سليمانة لكن التغطية الدفاعية وفاول على سليمانة فاول ديفيد شاطين الحمر هنا في مسرح الأحلام في الدوري الأوروبي كرات العالية قائم الأول رأسية انتظر انتظر كتير وسدد جيمس وورد براوز يطلع كيل ووكر بيترز عمل اللي طرد في المباريات دي هو هذا اللاعب والرد السريع بقى المرة دي كيل ووكر بيترز في القائم وكرة خطيرة كرة كيل ووكر بيترز اللي كان ممسح حلو قوي من جانب لوك شو إلى برونو برونو الهدف الأول بوزنو الخط ديفيد دهيا صاحب الفضل في التمريرة هي واحدة راشفورد هي واحدة راشفورد عدى وهنا إلى خارج
خارج الملعب وحكم اللقاء يدي ركلة مرمى. حكم اللقاء يا ساوثهامبتون تعادل سلبي قائم حتى الآن في جرناتشو. جرناتشو جرناتشو عدى جرناتشو. كيل ووكر بيترز يطلع كرة. كده حاولي تنظفيه وتخليه زي الفل، لان بتاع الفراخ مش هينظفهولك. بعد كده هغسله غسله حلوه، كمان هصفيه واسيبه على جنب. ندخل بقى على التوليفه اللي بنقول عليها، مكعبين من الزبده وشويه من الزيت. توصي كده وخلي ايدك سخيه شويه في الدهون عشان الدهون دي هتطعم الخلطه بتاعتنا. هنا انا كنت فارمه بصل كميه حلوه كده عشان هستعين بيها في كل الاكلات اللي انا بعملها. فالبصل هكتر، لان البصل بطعم الحشوة سواء حمام أو فراخ أو أي نوع من أنواع الزفر لازم تتوصي بالبصل وبالدهون اللي هتطعم الحشوة. بعد كده هشوحها على السريع كده مع الزبدة. وهنا بقى الكبد والقوانص من أولى تولفتنا. الكبد والقوانص بتاعت الحمام تاخديها تنظفيها زي ما نظفنا الحمام، تقطعيها صغير جدا. بعد كده هضيفها للبصل واسيبها تاخد وقتها مع البصلاية ونار متوسطة. طبعا ما نعليش النار، مش عايزين الأكلة تشوط مننا. بتبقى فيها كمية دهون بسيطة، هسيبها تتشوح كده ويتغير لونها. وهنا انا عاملة كوباية من الرز وكوباية من الفريك. الفريك انا منقياه كويس، اهم حاجة نقي كويس عشان بيبقى فيه زلط، فلازم تاخدي بالك. وبعد كده تغسليه وتنقعيه في شوية من المية. ونفس الكلام الرز منقياه ومصفياه وغسلاه والاتنين تمام. هقلبهم تقليبة حلوة كده، ومش هحط غير ملح وفلفل اسمر بس. لما بتحطي بهارات من خبرتي يعني في الحشوات بتغمق الحشوة، احنا مش عايزينها تتغمق، احنا عايزين طعم وريحة جنان تخطف قلوبنا كده واحنا بناكل ونقول واو تسلم ايدك يا ست الكل. بعد ما ضفت الملح والفلفل الاسمر ابدأ اقلب بقى التوليفة بتاعتي كده. هي دي الحشوة اللي لا يعلى عليها. هسيبها مرتين على النار وبعد كده هطفى عليها. ونيجي بقى على العين البوتاجاز التانية، حط مية بتغلي، هحط بصل ناعم مكعب من الماجي عشان يظبط شوربة الحمام عشان هناخد منها بعد كده، وورق لورو حبهان وملح. طبعا لازم اطعم الشوربة بتاعتي. هسيبها بقى تاخد غلوة ونرجع للحمام والخلطة بتاعتي. انا كنت سيباها في طبق مسلطح عشان تبرد بسرعة عشان اعرف احشي الحمام. الحمام كنت غسلته غسلة حلوة تمام كده وسبته يتصفى على جنب. لازم تخططي وتنظمي وتشوفي انت عايزة تعمليه عشان يسهل عليك اليوم. طبعا الخلطة بعد ما فردتها على السريع انا ببقى مستعجلة بصراحة، عايزة يوم يبدأ بدري عشان خلص اكل بدري حسب النظام اللي انت متعودة عليه. فلازم الخلطة اسيبها تبرد عشان اعرف